السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة من جديد. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش انكم تنضموا للقناة ديالنا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بأي جديد ديال القناة. دونك ان شاء الله غنشارك معكم الحلوة ديال لاكريم، كتجي اسهل ما يكون، روعة شكلا ومذاقا، وبمكونات كلها بسيطة موجودة في اي بيت. دونك الا كيهمكم الامر فما عليكم غير تبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. اذا اول حاجة غنحضر معكم الكيك الاسفنجي او كيكة اسفنجية، غنعطيكم المقادير وكذلك الطريقه ديال التحضير ديالها اسهل ما يكون وبمكونات كلها بسيطه. دونك في المكونات عندي 3 د البيضات بدرجه حراره المطبخ، عندي 100 غرام ديال سكر حبيبات، عندي 150 غرام ديال الدقيق الابيض، وكذلك عندي كيس من الفانيليا وخماره واحده بوزن 11 غرام. هادو هما المكونات. غنبداو ان شاء الله في التحضير ديال هاد الكيكه. يعني كتجي ناجحه 100%. غنوضع 3 د البيضات هنا في اناء. من الافضل ان البيض يكون بدرجه حراره المطبخ باش تصدق لكم هاد الحلوه هادي. وغنضيف سكر فانيلا، صافي. هنا غنخدم هاد المكونات جيدا حتى يتغير ليا اللون ديال الخليط يصبح ابيض. يعني نخدمو مزيان، من الافضل انكم تخدمو بالدراب الكهربائي. انا هنا استعملت هذا فقط باش نوريكم، يعني غتستعملوا الخلاط الكهربائي باش تخلطوا هذه المكونات جيدا. عاد باش نضيفو الدقيق ديالنا بالتدريج، يعني غنقسمو على 3 د المرات، كل مره غنضيف شويه وغنحرك بهذه الطريقه غير بشويه باش نحتفظ على القوام ديال الخليط ديالي. ومن بعد غنضيف الخميره وبقيه الدقيق. اذا بعد ما خلطت الخليط ديالي جيدا، هنا اضفت كيس ديال الخميره وغنضيف الباقي الكميه ديال الدقيق اللي عندي وغنحرك جيدا بهذه الطريقه هذه. يعني بحال الطريقه اللي كتخدموا بها الجينواز، راكم عارفينها كاملين. صافي غنكمل هاد الكميه اللي عندي ونخلط الخليط ديالي حتى يكون جاهز. هو الخليط ديالي كيجي على هاد القوام هذا كما شفتوا معايا، يعني بهاد الطريقه هادي. وهنا عندي المول ديالي اللي ديجا قديته وضعت فيه بابي كويسو وغندهنو ودهنتو ديجا. دابا غنخوي الخليط ديالي في هاد المول هذا، والافضل انكم توضعوا شي حاجه في التحت هكا بابي كويسون باش ما يلصقش لكم الجينواز ديالكم او الكيك ديالكم. صافي غنخويه هكايا في المول بهذه الطريقه، وغندخلو الفرن يكون ديجا سخون على درجه حراره متوسطه. صافي حطيتي بلينا الكيك ديالنا ان شاء الله. عاد باش نمروا باش نديروا التتيمه ديال هاد الكيك ان شاء الله او الحلوه ان شاء الله. دونك هكا كتجي الكيكه الاسفنجيه ديالنا، يعني طلعت هي هذيك يعني مزيانه. انا غنحاول نقسمها على جوج. وبالنسبة للتزيين هنا عندي شوكولاتة محكوك، وعندي نوع من الشوكولاتة ايضا غنزين بها ديال الكاكاو بخلاصة الكاكاو، وعندي لاكريم فخيش اللي طلعتها تحصل على هاد القوام. اولا يمكن لكم تستعملوا كريم شونتي وطلعوها. دونك هادو هما المكونات اللي غنزين بهم الكيك ديالي وغنقسمو على جوج.
بعد ما قسمت الكيك ديالي وضعت وسط منه هذا الكريم اللي طلعت، انا غنديرو عاوتاني من الفوق نصف الكميه ديال الكيك الوسط والنصف ديال الكميه الاخرى، والكميه اللي بقات ليا غنزين بها الكيك ديالي من الفوق بهذه الطريقه هذه، يعني غنخوي الكريم ومن بعد غنقاد بسكين باش يتقاد ليا مزيان، يعني بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا كنقاد الحلوه ديالي بهذه الطريقه صافي. من بعد بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار انكم كتزينوا باي حاجه كتعجبكم، يعني لكم الاختيار في التزيين، كل واحد والاختيار ديالو، يعني الاذواق تختلف، يعني هذا الكيك كيجي زوين بزاف وناجح 100%، خصكم غير تبعوا هاد المقادير اللي عطيتكم بالضبط يعني مضبوطه وتبعوا المراحل، اكيد غتنجح معكم هاد الكيك هاد الحلوه هادي صافي. بهذه الطريقه هادي غنكمل التتمه ديال الكريم اللي عندي وغنزين بهذا الشيء اللي عندي هنا، الشوكولاته جوج الانواع انا غنزين هاد هكايا، نحاول نسق هاد الشوكولاته الحقوق بهذه الطريقه هادي من الجناب وكذلك الجوانب ديال الحلوه ديالي بهذه الطريقه كما شفتوا معايا، وكتعطي منظر رائع صافي. هكايا زينتها من الجناب، من بعد غنزين بهاد الشوكولاته هادي ديال الكاكاو من الجناب هكايا صافي. نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديال هاد الحلوه بعد ما نزينها. اذا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه لاكريم ديالنا اللي قادينا، يعني كتجي رائعه شكلا اكيد غتكون لذيذه في المذاق، كنتمنى انكم تجربوها فهي اسهل ما يكون، يعني مكونات بسيطه جدا، يمكن لك تحضري حلوه لاكريم وتفرحي بها وليداتك، يعني اسهل ما يكون وكتكون ناجحه. اذا الى اللقاء.